السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال زهير راندا. ان شاء الله اليوم غادي نديرو درس ديال الراندا. حنا باقين في صدد ثلاثة العوينات وخدت العيد وداكشي، راني باقا عاقلة شنو درت لكم. درت لكم الحصيرة وزوقتها بسميتو، كنت استسمح بزاف لانني درت اللون شوية مغلوق وقالوها لي واحد الدريات في التعليق. دابا ان شاء الله غادي نديرو واحد زويقة ثنائية يعني كتزوق بلون اخر وكتبقى هكاك فيها بثلاثة العوينات، غير هي كتجي اما ملاقية في الجنيبات اما كتجي القدام في جلابة صيفية، عارفين جلابة خفيفة صيفية. ان شاء الله غنبداو، غنبدا داك الخويط الاول ديال البداية هو هذا، وكنعاود نصحح الخيط كي قلنا دائما. نحول الشوكه باش تشد ليا مزيان هنايا، وصافي وغادي نخدم العونة الاولى، الثانية، الثالثة. نعاود نخدم هيا ها العوينة الأولى، الثانية، ها الثالثة. دابا ملي كنمشي الصف الاول وكنعاود الصف الثاني، ها هو كنضرب كنخدم غير جوج عوينات من هاد ثلاثه. لاحظوا اشنو كندير، جوج عوينات فقط اللي كنشد من هاد ثلاثه العوينات كنخدمهم وكنرجع. دابا كان عندي الخيط لتحت وكنت غدا خدامه، ملي كنبغي نرجع كندير الخيط الفوق، كنحول الاتجاه ديال الخيط، وحيت انا غادي نحول الاتجاه ديالي غادي نرجع بحال هكا. وحتى هاد العوينه الا بغات تغمض ليكم يعني ما غتبانش، كنشدوها بالراس ديال البرا وعاد كنكرز العوينه، شفتو بحال هكا باش تبقى العوينه بين ليا باش نعاود نضرب فيها غريزه المره الجايه. درت الخيط الطويل هو اللي دار لي هاد العرفه على بحال هكا، ها هي شفتوها. دابا غدا نمشي نكمل هاد السطر ديالي بحال هكا، كنضرب جوج عوينات بحال هكا وغنمشي الاتجاه الاخر. الاتجاه الاخر ملي كنبغي نمشي ليه ما كنضربش حدا العين اللي خليت، يعني كنخلي واحد لي سباس ديال العين، كننقز واحد السباس ديال العين بحال مضروبه. يعني دونك الا كنت انا بغدا نضرب العيون غادي متابعين، غادي نضرب العين الاولى هنا والعين الثانيه هنا، دونك غنخلي بلاصه العين الاولى وغنمشي للعين الثانيه، هي هذيك البلاصه اللي غنضرب فيها باش حنايا ديك باش نخلو واحد البلاصه ديال ان كاينه بلاصه العين الاولى، وكنضرب العوينه في هذاك الخويط اللي كاين كنضرب فيها عوينه. علاش كنضرب فيه ديك عوينه؟ لانني انا خليت مني ضربت دوك جوج عيون خليت العين الثالثه ما ضربتهاش، دونك مني رجعت هنايا درت الخيط رجعت العين الثالثه اللي انا ما ضربتهاش. دونك دابا هنا شحال عندي؟ عندي واحد جوج، ها الثالثه هي اللي ضربت في هذا الخويط. دابا كنضرب في العين الثانيه، ها هي العين الثانيه بحال هكا. دابا شحال بقى لي ضربت العين الاولى في الخويط، العين الثانيه وها العين الثالثه. هاد العين الثالثه عاوتاني ما غنضربش فيها، غنغير الاتجاه ديال الخدمه وغنضرب ارجع، شفتوها غنرجع وغنضرب. علاش كتسمى الثنائيه؟ كتبقاي تخدمي غير في جوج عوينات، نوبه جوج عوينات في هاد الجهه ونوبه جوج عوينات في هاد الجهه الاخرى.
شوفوا عاوتاني كنضرب في هاد العوينه الاولى ها هي واحد والثانيه جوج الثالثه انا نقصتها. دابا اشنو غادي ندير؟ مني كنضرب جوج عيون هنا وجوج عيون هنا دائما عندي جوج، حسبوا مني كنضرب جوج عيون في الثوب صافي ما يمكنش ليا نكمل باش نزيد الثالثه، دونك خاصني نمشي الاتجاه الاخر، كنخلي لي سباس ديال عوي ديال غريزه وحده وكنضرب الغرزه الثانيه في الثوب. وما كنكرش الخيط باش نخلي داك لي سباس ديال الخيط اللي غنضرب فيه العين الثالثه اللي بقات كتسالني، هي هذه العين الثالثه انا غنضربها، ها واحد ها جوج هي هذه جوج، هاد الثالثه ما غنضربهاش، عاوتاني غنغير الاتجاه ديال الخدمه ديالي، كنمشي كنرجع هاد العين الا ما عرفتوش كيفاش تخدموها شدوها بالبرا عاد كرزو. ها نتوما كما شفتوا احنا غاديين في الخدمه ديما هاد الخويط، هاد الخويط اللي كيكون هنا كنضرب فيه عوينه وكنضرب عوينه هنا. دابا شنو غنديروا؟ غنرجعوا باش نديروا جوج عوينات في الثوب. الخدمه كتبغي التركيز شويه لانها شويه ماشي بحال السامبل اللي درنا قبل، وكتجي زوينه في الخدمه. ها هي شفتوها؟ دابا شنو غادي ندير؟ غنرجع حيت ضربت جوج عوينات هنا، ملي كنضرب جوج عوينات ما كنرجعش، غتولي عندي ثلاثه العوينات هنايا وغيولي عندي لي سباس هنا كثر. دابا كنضرب جوج عوينات خاصكم مباشره تفكروا بانني خصني نرجع هنا. ها هو الخويط، هاد الخويط كنضرب فيه عوينه، هادي الاولى غنضرب الثانيه هنا والثالثه كتبقى عندي هنا، هاد الثالثه ما كنضربهاش كنرجع حيت انا كنخدم ديما في جوج عوينات، وهاد العين هانو كنشدها هكا بالبرا حتى كنكرس على خاطري، وكنضرب دابا العوينه الثانيه وكنضرب في الثوب العين الثانيه. ملي كنضرب العين الثانيه مباشره كنمشي الاتجاه الاخر، ها هو شفتوا كنضرب في الخيط. لاحظتوا عندي هنا ثلاثه العوينات، من الاول بديت بثلاثه العوينات، ولا لاحظتوا كنخدم جوج عوينات وعاوتاني كنخدم جوج عوينات، وواحد العين كتخدم مع هاد الجهه ومع هاد الجهه، كنخدم هاد العين والعين الوسطانيه، ومني كنرجع لهنايا كنخدم هاد العين والعين الوسطانيه، دونك العين الوسطانيه دائما كتخدم، هادي هاد الثانيه دائما كتخدم، كتخدم مع هاد الاتجاه وكتخدم مع الاتجاه الاخر. شوف شويه كنشدها حتى كتبان لي العوينه، باش المره الجايه المره الاخرى مني كنضرب في الثوب بحال هكا كنلقى العين اللي في القدس هذه اللي غنخدم عليها كنلقاها موجوده شا سهله. هما كنخدم دابا في الخويط وكنخدم في العين الثانيه، كنرجع مني كنرجع شوفي كيفاش كندير، كنخدم بشويه بشويه باش تبقى تبان، ونجرها كاع بالراس ديال الابره، حيت هذيك اللي مشات ليا غادي تترول ليا الخدمه ديالي. ها هي العين الاولى، ها العين الثانيه، كنمشيو ثاني الاتجاه الاخر. ها هي هاد الخويط كنخدم فيه، لاحظتوا كيبقى عندي لي سباس ديما ديال العوينه ديما ديال العوينه ديما ديال العوينه، الا بعدت كترول عندي الخدمه لدرجة انها كتبان ليا بحال ضامه، كارو هنا وكارو هنا كارو هنا وكارو هنا بحال هكا شفتوها. دابا هذه هي الخدمه، هذه هي سميتها ثنائيه، حاولوا تركزوا فيها مزيان حيت منها كتخدموا الجاكار، يعني هاد السلسله الرقاق اللي كنبداو بهم وداكشي راه منهم كنبداو الخدمه الكبيره، ملي كيكونوا رقاق راه كنغلبوا عليهم، ومن الاحسن حنا نتعلموها وهما رقاق باش نغلبوا عليهم ونتعلموها، ومن بعد ديك الساعه نبداو دوك الطوقات الكبار وداكشي كتلقاو راسكم ديجا خدامين هذيك الخدمه في سلسله رقاق وتعلمتوا ليها قبل.
هانتوما كنخدم العين الثانيه، العين الاولى ها الثانيه صافي، وكنمشي الاتجاه الاخر هنايا، وديما كنخلي لي سباس ديال عوينه في الثوب، وكنضرب العين في الخيط، والثانيه ديما كتخدم كي قلنا، وكنرجع مباشره حيت حنا درنا جوج هنا، اشنو كندير؟ كنرجع الاتجاه الاخر باش نخدم حتاني جوج في الثوب. ها هي انا نخدم العين الثانيه، ها وحده، ها جوج، وكنخدم العوينه الاولى الثانيه، وكنخدم العوينه اللي في الراس، ها هي كنشدها بالراس ديال البره، وكنخدم العوينه الثانيه. دابا سال ليا الخيط، انا غادي نخشي دابا في الثوب الوسط، وندير خيط اخر في الثوب، الخيط كنخشي في الثوب، ومن ديك البلاصه اللي خشيت الخيط كنخدم الغرزه ديالي بحال حتى حاجه ما طرات. يعني شوفوا شنو كيوقع، عادي كنخدم الغرزه يعني بحال الخيط باقي عندي ما سالاش. كنخدم العين الاولى والعين الثانيه. دابا شنو غندير؟ غنمشي للثوب الاخر مباشره، كنخدم العين في الثوب في الخويط، وكنخدم العين الثانيه، دائما العين الثانيه كتخدم، وكنرجع. علاش؟ حيت هنا عندي جوج وهنا عندي وحده، خصني نرجع باش نخدم جوج في هذا الاتجاه الاخر، وكنشد هذيك العوينه بحال هكا، وكنخدم العوينه الثانيه. دائما عندي جوج عوينات كيتخدموا، عاد كنضرب غرزات، جوج غرزات في الثوب، هاني العين الاولى ثاني، العين الثانيه، كنمشي الاتجاه الاخر ديال الثوب. كما شفتوا دابا انا كملت الخدمه واحد شويه، كملتها لكم باش تبان لكم الخدمه كيفاش غادي دايره. الا شفتوا هاد الثنائيه كتخدم بحال ضامه، شوفوا عندك كارو عامر، كارو خاوي، كارو عامر، غادي بحال هكا، ونفس الوقت داك الكارو العامر انفاس مع كارو خاوي غادي بحال هكا. قلنا هاد العين الوسطينيه ديما كتخدم، كتخدم مع هاد الجنب اللي هكا وهاد الجنب اللي هكا، راكم شفتوا الخدمه. دابا ها نتوما شفتوا الثنائيه كلها كيفاش كتخدم، بغيتو تخلوها بحال هكا ما مزوقاش بحال هكا تبقى، بغيتو تزوقوها انا غنوريكم كيفاش تزوق هي. كما كتشوفوا دابا انا خدمت الثنائيه كلها، والثنائيه ضروري انكم تخلو ليسباس ديال الغرزه، كيبقى هاد الكارو قد الكارو اللي خدمتي، هاد الكارو اللي خاوي قد الكارو اللي عامر، ديما بحال هكا. الا بعدتي مثلا هاد العين، الا بعدتيها على هاد الكارو ما غاديش تجي لو شارم ديالها انها بحال ضامه هكا، باش تخدمي عاوتاني كتجيب لو شارم ديالها بحال ضامه، منها غادي تتعلمي خدمه الجاكار في الخدمه الكبار. دابا انا غنزوقها لكم، غتشوفوا كتشوفوا بان هاد الكارو الاول كبر من الكاروات الاخرين. علاش؟ لان هنايا مشينا واحد الخيط، واحد الصف الاول والصف الثاني حتى بينا الغرازي، عاد بدينا الثنائيه. هادشي علاش هاد الكارو جا كبير، يعني فيه البديه. دابا بحال هاد الغرزه الاولى داخله في البديه، عاد بدينا الثنائيه من هاد جوج غريزات. دابا حنايا ماشي مشكل، هذه هي البديه ديالها ديما. دابا غنبداو من هاد الكارو الاول وغنخرجوا، ماشي في الكارو اللي حداه اللي انفاس معاه، الكارو اللي بعد من اللي انفاس معاه، شي اللي حداه، يعني بحال مائل كنمشيو معاه بحال هكا، كندخلوا الخيط بحال هكا، وكنضربوا في العوينه الخيط هكا، وكنعاودوا، حنا كنعاودوا نضربوا الخيط، كنعاودوا ندخلوا الخيط جوج مرات. علاش؟ حيت قد ما كتكون غليظه هاد الزواق كيكون زوين. ها هو، ها هو جوج مرات، عاد من بعد مني كندير جوج مرات فوق من هاد الاسباس، كنجي الكارو اللي بعد منه، الكارو اللي تابعو
كنخرج منه كنخرج منه وكنمشي للكارو اللي تابع الكارو اللي في الجهه الاخرى. ديما انا تابعه للكاروات البديل اللي هي اللي كتكون مهمه باش كتحدد لك الكاروات اللي غتبداي. صافي وكندير جوج مرات وعاوتاني كنمشي للاتجاه الاخر على الكارو. شفتوها؟ وهذا الكارو الاخر وغاديه كنتبع الخدمه ديالي بحال هكا. يعني الكارو اللي في هذا الاتجاه كنتبعو وكنرجع للكارو الاخر اللي في الاتجاه الاخر وغاديه هكاك. هي هاد الثنائيه كتجي في الجليلبات، انا غنحط لكم الموديل وغتشوفوه. كتجي في الجليلبات الخفاف اللي فيهم الطرز ولا العقيق في في السدار ولا التركي على حساب، ولا بوحدها اللي بغيتو. وممكن تزوقيها باللون في اللون، وممكن تزوقيها حسب اللون اللي عندك انتيا. تقدري ديري شويه بهذا اللون شويه بهذا اللون، وممكن اللي عندك هي جوج الوان تخدميها باللون الارض وتزوقيها باللون الزواق اللي بغيتي حسب الذوق ديال كل وحده اشنو بغات. كنتمنى تكون عجباتكم. هناك وفهمتوها ولا كان شي اشكال كتبوه لي في الكومونتير وانا راهن الاشاره ديالكم. هانتوما كتشوفوها كيفاش جات في الزواق، كتجي زوينه. وما تنسوش تشاركوا في القناه باش يطلع لكم ديما الجديد. وهي الثنائيه ديالي، هاي وجدات، هاي الثنائيه. شفتوها كثيره، كنتمنى تكون عجباتكم. ايوا الى درت الماجي ان شاء الله، غادي ندير لكم ان شاء الله الثلاثيه.